بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 51. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولم يكن أحد من عباد الأصنام يعتقد أنها خلقت السماوات والأرض، بل إنما كانوا يتخذونها شفعاء ووسائط لأسباب، منهم من صورها على صور الأنبياء والصالحين، ومنهم من جعلها تماثيل وطلاسم للكواكب والشمس والقمر، ومنهم من جعلها لأجل الجن، ومنهم من جعلها لأجل الملائكة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. كثير من القبوريين أو كلهم إذا قيل لهم هذا الشرك قال: لا، الشرك هو الشرك في الربوبية، أن تعتقد أن أحدا يخلق أو يرزق مع الله، هذا هو الشرك عندهم. أما ما نحن عليه فهذا باب التوسل، اتخاذ الوسائط بيننا وبين الله ليشفعوا لنا وليقربونا إلى الله زلفى، فليس هذا شركا، وإنما هو توسل وابتغاء الوسيلة. الوسيلة عندهم هي الواسطة. والجواب عن هذا واضح من القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هذا باعترافهم أنه لا يضرهم ولا ينفعهم لأي شيء، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، هذا كلامهم، ما نعبدهم، أقروا أنهم يعبدونهم، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أما أنهم يخلقون ويرزقون فهذا لله عز وجل. فهذا أبطله القرآن، هذه الشبهة أبطلها القرآن، بين أن الشرك إنما هو في الألوهية، أما الربوبية فلم يشرك فيها أحد، كل العالم يقرون لله بالربوبية. حتى إبليس قال ربي، حتى إبليس قال ربي بما أويتني، فالربوبية كل يعترف فيها. والقرآن مملوء من أنهم إذا سئلوا: من الذي خلق السماوات والأرض؟ من الذي خلقكم؟ من الذي يرزق؟ من الذي يحيي ويميت؟ من الذي يدبر الأمر؟ يقولون لله. فهذا كلام باطل، ولا أدري هل هم يتصورونه أو أنهم يغالطون. فهذا واضح من القرآن الكريم. فالذين عبدوا الكواكب وعبدوا الأحجار والأشجار، ما أحد يعتقد أنها تخلق وترزق. الأحجار تخلق وترزق، الأشجار، الكواكب تخلق وترزق، ما يعتقدون فيها ذلك، إنما يعتقدون أنها وسائط بينهم وبين الله، هكذا هذا زعمهم. قد أبطله الله سبحانه وتعالى ورد عليهم. نعم. فالمعبود لهم في قصدهم إنما هو الملائكة والأنبياء والصالحون أو الشمس أو القمر، وهم في نفس الأمر يعبدون الشياطين، فهي التي تقصد من الإنس أن يعبدوها وتظهر لهم ما يدعوهم إلى ذلك. فعبادتهم للقبور أو للنجوم أو للأشجار والأحجار، هذه ليست عبادة لهذه الأشياء في الحقيقة، وإنما الذي حملهم على ذلك هو الشيطان، فهم يعبدون الشيطان، يعبدون الشيطان، هو الذي أمرهم وهو الذي زين لهم. وإلا هذه الأشجار ما قالت لهم شيء، ولا الحجر قال لهم،
ولا الأموات قالوا لهم اعبدونا، إنما هو الشيطان. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، أي الشياطين. ودون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، لأن الشياطين هي التي أمرتهم فأطاعوها. فعبادتهم في الحقيقة إنما هي عبادة للشيطان. قد قال الله سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. نعم. كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هذا كلام الملائكة إذا سألهم الله يوم القيامة. وكذلك المسيح عليه السلام، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. تبرأ منهم المسيح عليه السلام. نعم. وإذا كان العابد ممن لا يستحل عبادة الشياطين أوهموه أنه إنما يدعو الأنبياء والصالحين والملائكة وغيرهم ممن يحسن العابد ظنه به. وإذا كان العابد ممن لا يستحل عبادة الشياطين أوهموه أنه إنما يدعو الأنبياء والصالحين والملائكة وغيرهم ممن يحسن العابد ظنه به. وأما إن كان ممن لو قيل لمن يعبد القبور أو الأشجار والأحجار أنت تعبد الشيطان؟ قال لا، أنا لا أعبد الشيطان، أنا أعبد أناس صالحين، ملائكة أو أنبياء أو أولياء، أنا وأعبد أشياء ليست شياطين. وما درى أنه إنما يعبد الشيطان شاء أم أبى، لأنه هو الذي أمره بذلك فهو أطاع الشيطان. نعم. وإذا كان العابد ممن لا يستحل عبادة الشياطين أوهموه أنه إنما يدعو الأنبياء والصالحين والملائكة وغيرهم ممن يحسن العابد ظنه به. وأما إن كان ممن لا يحرم عبادة الجن عرفوه أنهم الجن. أما إذا كان أنه العابد يخضع للجن ويطيعهم فهم لا يقولون له اعبد الملائكة أو اعبد، يأمرونه بعبادتهم هم، بعبادة الجن. إن كان عبدتنا قضينا لك حوائجك وأحضرنا لك مطالبك، هذه بهذه، فيطيعهم في هذا. ويوم نحشرهم جميعا كما قال الله سبحانه وتعالى ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. فالإنس استمتع بالجن أنه خدمه، والجن استمتع بالإنس أنه عبده، تبادل منافع بزعمهم. نعم. وقد يطلب الشيطان الممثل له في صورة إنسان أن يسجد له أو أن يفعل به الفاحشة أو أن يأكل الميتة ويشرب الخمر أو أن يقرب لهم الميتة، وأكثرهم لا يعرفون ذلك، بل يظنون أن من يخاطبهم إما ملائكة وإما رجال من الجن يسمونهم رجال الغيب، ويظنون أن رجال الغيب أولياء الله غائبون عن أبصار الناس. وهذه أيضا من شبههم أن الشياطين يأمرونهم
بالفواحش ويفعلون بهم الفواحش ويطيعونهم من أجل أن يصلوا إلى مقصودهم، ويأمرونهم بأن يمتهنوا المصحف وأن يلقوه في المزابل وأن يبولوا عليه، تأمرهم الشياطين بهذا، يأمرونهم أن يذبحوا لهم وينذروا لهم، ثم الجن يخدمون الإنس في هذه الأمور، يخدمونهم بعدما أطاعوهم في الشرك وفي الكفر والردة والعياذ بالله. هذا واقع من أصناف هؤلاء الذين يعبدون الجن ويتقربون إلى الجن. نعم. ويظنون أن رجال الغيب أولياء الله غائبون عن يتمثل لهم الشيطان، ويظنون أن هذا من أولياء الله وأنه من الرجال الذين لا نراهم، رجال الغيب، وهم عباد لا نراهم بزعمهم هم، ولا ما فيه رجال غيب؟ ليس فيه هناك رجال غيب، إنما هم زعموا هذا. نعم. ويظنون أن رجال الغيب أولياء الله غائبون عن أبصار الناس، وهم شياطين، ما هم رجال غيب، إنما هم شياطين تصوروا لهم. نعم. وأولئك جن تمثلت بصور الإنس أو رؤيت في غير صور الإنس. نعم. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه كان رجال، هذا من كلام الجن الذين استمعوا القرآن وآمنوا، اعترفوا أن من الجن، أن من الإنس رجالا يعوذون بالجن، والعوذ هو الالتجاء، يلجؤون إليهم لحمايتهم من المكاره. فالجن زادوهم، زادوا الإنس رهقا أي خوفا، زادوهم خوفا، ما أمنوهم من الخوف وإنما زادوهم خوفا، فحصل لهم عكس مقصودهم. هذا تفسير. والتفسير الثاني: فزادوهم، زاد الإنس الجن رهقا أي إعجابا بأنفسهم، وقالوا أثخن الإنس وخوفناهم، فأعجب الجن بأنفسهم، زادوهم أي زاد الإنس الجن رهقا أي كبرا وإعجابا بأنفسهم. وعلى كل حال فإن العياذ إنما هو من أنواع العبادة، فلا يكون إلا لله، فمن عاذ بمخلوق فقد أشرك الشرك الأكبر، لأن العياذ إنما هو عبادة لله سبحانه وتعالى، فلا يعاذ بأحد، لا يعاذ بأحد من الخلق. نعم. كان الإنس إذا نزل أحدهم بواد يخاف أهله قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه. وكانت الإنس تستعيذ بالجن. نعم. فهذا الحديث يفسر الآية، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، أن الإنس إذا نزلوا واديا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي، يعني الجن، من شر سفهاء قومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبدلنا بذلك التوحيد، وقال لنا: إذا نزل أحدكم منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. أبدلنا الله بالتوحيد، وهو أننا نعوذ بكلمات الله التامات التي هي صفة من صفاته سبحانه. نعم. والعوذ بصفاته عوذ به سبحانه وتعالى. نعم. كان الإنس إذا نزل أحدهم بواد يخاف أهله قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه. وكانت الإنس تستعيذ بالجن، فصار ذلك سببا لطغيان الجن، وقالت: الإنس تستعيذ بنا. نعم. كان ذلك سببا لطغيان الجن،
هذا على التفسير الثاني. زاد الإنس الجن رهقا أي كبرا وإعجابا، وقالوا صارت الإنس تخافنا. نعم. وكذلك الرقى والعزائم الأعجمية هي تتضمن أسماء رجال من الجن. الرقى جمع رقية، وهي القراءة على المريض والمصاب، وكذلك نوع من الأدوية يسمونها رقى وعزائم. هذه الرقى إذا كانت من أسماء الله وصفاته ومن القرآن الكريم ومن الدعوات الشرعية فلا بأس بها، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. أما إن كانت شركا ودعاء لغير الله بأسماء الشياطين أو بأسماء لا يعرف معناها مجهولة أو بحروف مقطعة إشارات إلى غير الله عز وجل من شياطين الإنس، فإن هذه رقية محرمة شركية، رقية شركية، وهذه كانت في الجاهلية. فلما جاء الإسلام أبطلها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بها ما لم تكن شركا، لا بأس بها ما لم تكن شركا. فالرقية الشركية حرام، شرك بالله. أما الرقية الشرعية فلا بأس بها، وهي من أسباب العلاج وأسباب الشفاء بإذن الله. نعم. وكذلك الرقى والعزائم الأجنبية، الأجنبية يعني التي لا يعرف معناها، التي بلغة أجنبية. نعم. كذلك الرقى والعزائم الأعجمية هي تتضمن أسماء رجال من الجن يدعون ويستغاث بهم ويقسم عليهم بمن يعظمونه فتطيعهم الشياطين بسبب ذلك في بعض الأمور. نعم. الكلام الأعجمي لا تجوز الرقية به، لأننا لا ندري ماذا يشتمل عليه، لا ندري ماذا يشتمل عليه، ربما يشتمل على أسماء شياطين جن بلغة لا نفهمها نحن، فلذلك لا بد أن تكون الرقية بلفظ عربي. هذا من شروط إباحة الرقية، أن تكون بلفظ عربي، هذا واحد. الشرط الثاني أن تكون من القرآن أو من الأدعية الشرعية. الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله عز وجل، وإنما هذه الرقية سبب من الأسباب. نعم. وهذا من جنس السحر والشرك، قال الله تعالى. ولهذا يذكر عن بعض الذين يرقون الناس ممن لا تعرف عقيدتهم أنهم يتمتمون بألفاظ لا تفهم، يتمتمون بألفاظ لا تفهم، وقد يأتي بآيات يسمعها المريض من أجل أن يغره ويخدعه ويقول هذا يرقي بالقرآن، يجيب آية آيتين أو يقرأ الفاتحة، ثم يخلط معها الشرك في ألفاظ أعجمية ما يعرفها المريض، ويجيبها بألفاظ أعجمية. لماذا؟ علشان ما يعرفها المريض. لو أنه جاء بها بلفظ عربي أنكر عليه المسلم، فهو يأتي بها لأجل حجبها عن المريض ما يعرفها، ويقول ما دام أنه أسمعه يقرأ من القرآن فهذا يكفي، مع أنه يخلط مع القرآن غير القرآن من الشرك. نعم. وهذا من جنس السحر والشرك، قال الله تعالى اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. سليمان عليه السلام ملك ورسول، جمع الله له بين الملك والرسالة، فهو ملك
فهو ملك، ملك ورسول من الملوك، جمع الله له بين الملك والرسالة، أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وهو أن الله سخر له الشياطين ومردة الجن يشتغلون بأمره ويعملون له أعمالا هائلة، يتصرف فيهم عليه الصلاة والسلام إتماما لملكه وسلطانه. فلما مات عليه الصلاة والسلام وجدوا تحت كرسيه أو قريبا من مكانه سحر وضعته الشياطين، هؤلاء الشياطين وضعوا عند مكان سليمان أو مجلسه شيئا من السحر، فقالت اليهود إنما، لأنه من ملوك اليهود، سليمان من ملوك اليهود ومن أنبياء اليهود، قالت اليهود إن سليمان ما سيطر على الجن والمردة إلا بالسحر، ووصفوا نبي الله بالسحر، قالوا ساحر، ولذلك سيطر على مردة الجن والشياطين. الله جل وعلا نفى هذا عن نبيه، فقال واتبعوا، أي اليهود نبذوا كتاب الله والتوراة وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ما تتلو أي ما تتبع الشياطين وهم يتبعون السحر على ملك سليمان، أي على عهد ملك سليمان في وقته. وما كفر سليمان، نفى الله عن نبيه الكفر، لأن الكفر لا يليق بالرسل، فكيف يسحر سليمان؟ فدل على أن السحر كفر. ما قال وما سحر سليمان، قال وما كفر سليمان، ليدل على أن السحر كفر، والكفر لا يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل لا يليق بالمؤمنين، فكيف يليق بالأنبياء؟ وما كفر سليمان، هذا نفي، ولكن الشياطين كفروا، يعني سحروا، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فدل على أن السحر كفر، تعلمه وتعليمه كفر مخرج من الملة، كفر بالله سبحانه وتعالى. وما أنزل على الملكين، فالسحر يأتي من قبل الشياطين، وأنزل الله ملكين، أحدهما هاروت والثاني ماروت، ليبتلي العباد، أنزل ملكين ليبتلي العباد يعلمان السحر لأجل ابتلاء العباد، من هو الذي يقبل السحر والذي لا يقبله ويتمسك بدينه. ومع هذا الملكان ينصحان لمن جاء يتعلم، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، أي اختبار، لا نعلمه إقرارا له، لا نعلم السحر إقرارا له، وإنما نعلمه لأجل الابتلاء والامتحان للناس، من هو الذي يتمسك بدينه ويترك السحر ويترك تعلم السحر، ومن هو الذي يقبل. الله يبتلي العباد بلا شك، يبتليهم ويختبرهم بواسطة الملائكة وبواسطة غيرهم، حتى يقول إنما نحن فتنة، أي امتحان، فلا تكفر. ما قال لا تعلم السحر، قال لا تكفر، لأن السحر كفر. لا تكفر أي لا تتعلم السحر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما، اللي يقبل هذا ويقدم عليه يتعلم أي شيء، يتعلم ما يفرق به بين المرء وزوجه، إفساد، السحر فيه إفساد بين الناس،
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهو ما يسمى بالصرف والعطف. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، هذا دليل آخر على أن السحر محرم، لأنه ضرر محض، وما كان ضررا محضا أو راجحا فإنه حرام، فإنه حرام. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ثم قال ولقد علموا، وهذا موضع آخر يدل على كفر الساحر من الآية الكريمة. ولقد علموا، أي اليهود، لمن اشتراه، أي استبدل السحر بدينه، باع دينه واشترى السحر، لمن اشتراه أي باع دينه واشترى السحر، ما له في الآخرة أي الجنة من خلاق أي نصيب. والذي ليس له نصيب في الجنة هو الكافر، فدل على أن السحر كفر. ثم قال ولو أنهم آمنوا، يعني تركوا السحر، فدل على أن أخذ السحر ليس مناف للإيمان، مناف للإيمان. ولو أنهم آمنوا يعني تركوا السحر واتقوا اتقوا الله عز وجل، لمثوبة من عند الله خير، لو كانوا يعلمون خير لهم من استبدالهم السحر وشرائهم وشراء وبيعهم دينهم بالسحر لو كانوا يعلمون هذا. فهذه الآية دلت على أن السحر كفر تعلمه وتعليمه من عدة وجوه في الآية، فهي بينت ضرر السحر وحكمه ومصير الساحر يوم القيامة، ومصير الذي يتعلم السحر يوم القيامة. فأي بيان أوضح من هذا البيان في أن السحر كفر تعلمه وتعليمه والعمل به. نعم. وكثير من هؤلاء يطير في الهواء، وتكون الشياطين قد حملته وتذهب به إلى مكة وغيرها، ويكون نعم. كثير من هؤلاء الذين يتعاملون مع الشياطين، الشياطين تخدمهم، ومن خدمتهم لهم أنهم يطيرون بهم في الهواء، لأن الشيطان يطير في الهواء، هم مثل بني آدم يمشي على الأرض، يطير في الهواء، أعطاه الله القدرة على هذا، فيحمل الإنسي الذي آمن به وخدمه يطير به في الهواء، ويذهب به مسافة بعيدة، يذهب به مسافة بعيدة. والسحرة معروف أنهم يطيرون في الهواء، ومشتهر عند الناس أنهم يطيرون في الهواء. من اللي يطير بهم؟ الشياطين تطير بهم. نعم. وكثير من هؤلاء يطير في الهواء وتكون، لكن يظنون أن هذه كرامة، يقولون هذا ولي، طار في الهواء هذا ولي، ولا يدرون أن الذي طار به الشيطان، يظنون أن هذه كرامة من كرامات الأولياء، فيعبدونه من دون الله، ويقولون هذا له كرامات، يروح المكة في وقت واحد ويرجع ويشاهد في مكة ويشاهد في بلده، هذا ولي من أولياء الله، ولا يدرون ما هو السبب، أنه يعبد الشيطان، وأن الشيطان يحمله إلى ما يريد ويأتي به. قد مر بكم أن إنسياً حمله الشيطان، فبينما هو في الهواء قال لا إله إلا الله، فسقط الإنسي، أسقطه الشيطان لما ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه نقض الشرط الذي بينه وبينه. نعم. وكثير من هؤلاء يطير في الهواء، وتكون الشياطين قد حملته وتذهب به إلى مكة، وليس وليا كما يقولون، هذه كرامة وهذا ولي من أولياء الله، بل هذا من أولياء الشيطان. نعم. وتكون الشياطين قد حملته وتذهب به إلى مكة وغيرها، ويكون مع ذلك زنديقا يجحد الصلاة وغيرها مما فرض الله ورسوله، ويستحل المحارم التي حرمها الله ورسوله. زنديق وليس وليا من أولياء الله، الزنديق
هو الملحد، وما خدمته الشياطين إلا لأنه زنديق وملحد. الشياطين لا تقرب أولياء الله على الحقيقة، يحترقون لو قربوا من ولي الله عز وجل، يحرقهم ذكر الله، يحرقهم ذكر القرآن، قراءة القرآن، فلا يقربون أهل الإيمان. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. ما تنزل الشياطين على أهل الإيمان أبدا. نعم. وإنما يقترن به أولئك الشياطين بما فيه من الكفر والفسوق والعصيان. هذا السبب. نعم، لما كفر بالله وأطاعهم خدموه. نعم. حتى إذا آمن بالله ورسوله وتاب والتزم طاعة الله ورسوله فارقته تلك الشياطين. لو أنه تاب، هذا المسكين الذي يخدمه الشيطان، لو أنه تاب تخلى عنه الشيطان ولم يخدمه، فدل على أنه يوم إن كان مطيعا للشيطان الشيطان يخدمه، فلما عصى الشيطان وأطاع الله الشيطان تولى عنه. نعم. حتى إذا آمن بالله ورسوله وتاب والتزم طاعة الله ورسوله فارقته تلك الشياطين وذهبت تلك الأحوال الشيطانية من الإخبارات والتأثيرات. نعم. وأنا أعرف من هؤلاء عددا كثيرا في الشام ومصر والحجاز واليمن، وأما الجزيرة والعراق وخراسان والروم ففيها من هذا الجنس أكثر مما بالشام وغيرها. نعم. الشيخ رحمه الله يخبر عن يقين وعن مشاهدة، ورأى ناس من هذا النوع الذي تخدمهم الشياطين وتطير بهم في الهواء، ويذهبون إلى مكة، يذهبون إلى الحج يوم عرفة ولا يحرمون ولا يطوفون ولا يسعون، إنما يذهبون إلى عرفة ويرجعون، يقولون إحنا ما علينا الطواف ولا سعي ولا، من أولياء الله بزعمهم. الشيطان هو الذي يتلاعب بهم، الشيطان هو الذي يغريهم ويخدمهم ويحضر لهم ما يريدون. الشيخ رحمه الله يعرف ناسا يخبركم عن مشاهدة، وأنه رأى من هذه النماذج القبيحة أشياء في الشام وفي مصر وفي جزيرة العرب وفي نعم. وأما الجزيرة والعراق وخراسان والروم ففيها من هذا الجنس أكثر مما بالشام وغيرها، وبلاد الكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم. لا شك أن مصدر السحر ومصدر الكفر ومصدر عباد الشياطين إنما هم في بلاد الكفر وبلاد الشرك. نعم. وإنما ظهرت هذه الأحوال الشيطانية التي أسبابها الكفر والفسوق والعصيان بحسب ظهور أسبابها، فحيث قوي الإيمان والتوحيد ونور الفرقان والإيمان وظهرت آثار النبوة والرسالة ضعفت هذه الأحوال الشيطانية، وحيث ظهر الكفر والفسوق والعصيان قويت هذه الأحوال الشيطانية. نعم. والشخص الواحد الذي يجتمع فيه هذا وهذا الذي تكون فيه مادة تمده للإيمان ومادة تمده للنفاق يكون فيه من هذا الحال وهذا الحال. نعم. قد يكون وليا للشيطان خالصا، وقد يكون وليا للشيطان من بعض الأحوال، ووليا لله من بعض الأحوال، لأن الناس على ثلاثة أقسام. القسم الأول من هو ولي لله ولاية خالصة، مثل الأنبياء والرسل وأولياء الله، الصحابة والتابعون والقرون المفضلة، هؤلاء ولايتهم لله خالصة. ومنهم من هو ولي للشيطان ولاية خالصة وليس فيه إيمان البتة، ومنهم من فيه هذا وهذا، فهو على حسب ما يغلب عليه. فيه ولاية لله بطاعة الله وتوحيده، وفيه ولاية للشيطان بطاعته للشيطان وطاعته لهواه وما أشبه ذلك.
فأصحاب الكبائر التي دون الشرك فيهم ولاية لله وفيهم ولاية للشيطان، ليسوا كفارا خلص وليسوا مؤمنين خلص، فيهم وفيهم. نعم. والمشركون الذين لم يدخلوا في الإسلام مثل البخشية والطونية والبدة ونحو ذلك من علماء المشركين وشيوخهم الذين يكونون للكفار من الترك والهند والخطى وغيرهم، تكون الأحوال الشيطانية فيهم أكثر. نعم، كلما بعد العبد عن الإيمان تمكن منه الشيطان، وكلما قرب من الإيمان ابتعد عنه الشيطان. نعم. تكون الأحوال الشيطانية فيهم أكثر. نعم. ويصعد أحدهم في الهواء ويحدثهم بأمور غائبة، ويبقى الدف الذي يغني لهم به يمشي في الهواء، ويضرب رأس أحدهم إذا خرج عن طريقهم ولا يرون أحدا يضرب له، ويطوف الإناء الذي يشربون منه عليهم ولا يرون من يحمله. نعم. يأتيهم أحوال شيطانية يظنونها كرامات من الله وهي من الشيطان، لأنهم ما يرون الشيطان، ما يرون الشيطان، الشيطان يشتغل معهم وهم ما يرونه. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. فتحضرهم الشياطين تخدمهم وهم لا يرونهم، فيطير الواحد من بينهم. وإذا كان إنه تفانى، إذا كان تفانى في الغنى والطبول يطير من بينهم. من اللي يطيره؟ الشيطان، طيره الشيطان من بينهم. قد يدور عليهم واحد، يدور عليهم القدح فيه الماء ويشربون، القدح نفسه يدور عليهم بدون أحد يرونه، وهو اللي يحمله الشيطان، لكنهم لا يرونه. القدح ما يدور بنفسه، لابد حامل، إما حامل يظهر وإما حامل لا يرى وهو الشيطان. فهذا من الأحوال الشيطانية. نعم. وقد يضربه أحد ولا يرى الذي ضربه، من الذي ضربه؟ الشيطان. نعم. ويبقى الدف الذي يغني لهم به يمشي في الهواء، ويضرب رأس أحدهم إذا خرج عن طريقهم ولا عن طريق الشياطين، إذا خرج عن طريق الشياطين ضربوه. نعم. ولا يرون أحدا يضرب له، ويطوف الإناء الذي يشربون منه عليهم ولا يرون من يحمله، ويكون أحدهم في مكان فمن نزل منهم عنده ضيفه طعاما يكفيهم، ويأتيهم بألوان مختلفة. نعم، يكون الإنسان فقير يجيه ضيوف، فقير ويجيه ضيوف ما عنده شيء، ما يدري إلا محضر لها الطعام واللحوم والفواكه، منين جاءت؟ يقولون هذا ولاية، هذه من كرامات الله. يقول لا، هذا من الشيطان. كرامات الله لو كان هذا مطيعا متقيا، أما ما دام أنه لا يصلي ولا يصوم ويفعل الفواحش، إذا حضرت عنده هذه الأشياء فهي من الشيطان، هي من الشيطان وليست من الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله أمد بها هذا العبد. نعم. ضيفه طعاما يكفيهم، ويأتيهم بألوان مختلفة، وذلك من الشياطين. نعم. تأتيه من تلك المدينة القريبة من الشياطين. من أين تجيب الطعام والفواكه؟ تسرقها من الناس، تسرقها من المدن، من الناس، من بيوت الناس، من مزارعهم. ولا الشياطين ما عندهم فلايح ولا عندهم، لكن يأخذون من أموال الإنس، يأخذون منها ويذهبون به لوليهم، يأخذون من المحلات، من المتاجر، من المزارع. نعم. وذلك من الشياطين، تأتيه من تلك المدينة القريبة منه أو من غيرها، تسرقه وتأتي به، تسرقه من أهله. نعم. وهذه الأمور كثيرة عند من يكون مشركا أو ناقص الإيمان من الترك وغيرهم، وعند التتار من هذا أنواع كثيرة. نعم، ليت هالكلام المحقق من هذا الإمام ينشر على الناس ويبين لهم، لأجل أن يهدي الله من يشاء
لأنهم مغرقون في هذه الأمور ويتوارثونها ولا أحد يبين لهم. فلو نشر هذا الكتاب وترجم لا نفع الله به. نعم. وهذه الأمور كثيرة عند من يكون مشركاً أو ناقص الإيمان من الترك وغيرهم، وعند التتار من هذا أنواع كثيرة. وأما الداخلون في الإسلام إذا لم يحققوا التوحيد واتباع الرسول بل دعوا الشيوخ الغائبين واستغاثوا بهم، فلهم من الأحوال الشيطانية نصيب بحسب ما فيهم مما يرضي الشيطان. نعم، هذا ظاهر عند الكفار الخلص، وكذلك من ادعى الإسلام وأسلم ثم صار عنده انحراف فعل للفواحش وطاعة للشيطان، فإنه ينسلخ من الإسلام وهو يظن أنه على الإسلام، ويعتبر هذه كرامات، وهي في الحقيقة إنما هي خدمات شيطانية وليست كرامات. نعم. ومن هؤلاء قوم فيهم عبادة ودين مع نوع جهل. نعم. ومن هؤلاء قوم فيهم عبادة ودين مع نوع جهل، يحمل أحدهم فيوقف بعرفات مع الحجاج. منهم من فيه عبادة لكن عنده جهل، لا يميز بين الأحوال الشيطانية والأحوال الإيمانية، ما يفرق بينها لجهله، فتحمله الشياطين إلى عرفة ويظن أن هذا من إيمانه وهذا من كرامته على الله، وهو في الحقيقة من عمل الشيطان بسبب الجهل وعدم العلم والغرور، وأيضا بسبب الشائعات الخبيثة التي يروجونها في كتبهم وفي دروسهم، وفي يذكرون أشياء كثيرة من هذه الأمور يشرحونها في دروسهم حتى في المساجد، نسأل الله العافية، يشرحونها حتى في المساجد، يروجوا هذا الشر. نعم. وهم لهم مظاهر دينية وعليهم عمايم ويظهرون بمظهر العلماء، وهم منها من هذه الأنواع الخبيثة، نعم. ومن هؤلاء قوم فيهم عبادة ودين مع نوع جهل. هذا اللي يغر الناس، اللي فيه عبادة ودين وفيه ميول للشيطان وغرور بالشيطان، هذا هو اللي يضر الناس. أما المشرك الخالص والكافر الخالص هذا الناس يعرفونه ولا يلتفتون إليه، لكن المشكلة اللي يتمسح بالإسلام ويدخل هذه الأمور على المسلمين ويقال هذه كرامات، كرامات الأولياء. نعم. ومن هؤلاء قوم فيهم عبادة ودين مع نوع جهل، يحمل أحدهم فيوقف بعرفات مع الحجاج من غير أن يحرم إذا حاد المواقيت. ما يتقيد بالأوامر الشرعية، هذا دليل على أنه ما ليس هذا من أولياء الله، لأنه ما يتقيد بالأوامر الشرعية، يذهب للحج بزعمه. أولاً، من الذي ذهب به للحج؟ سيارة ولا طائرة ولا راحلة أو على قدمه؟ لا، راح يطير في الهواء، من اللي يطيره؟ هو ما هو بإنسان بشر اللي يطيره، ما يفكر في هذا. ثم أيضاً ما يتقيد بمناسك الحج، لا يحرم عند الميقات ولا يذهب إلى البيت، لأن الشياطين ما تقرب البيت، ولا يذهب إلى البيت ولا يطوف بالكعبة ولا يسعى بين الصفا والمروة ولا يؤدي مناسك الحج، إنما يذهب إلى عرفة ويقول يكفي. بعضهم يقول الحج عرفة، يأخذ الحديث على غير معنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة بلا شك، هذا صحيح، لكن معناه أن أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، مع أن الدعاء نوع من أنواع العبادة، لكن هو أعظم أنواع العبادة. الحج عرفة، أي الحج الوقوف بعرفة، أعظم أركان الحج، وليس هو الحج كله. نعم. من غير أن يحرم إذا حاد المواقيت، ولا يبيت بمزدلفة، ولا يطوف طواف الإفاضة، ويظن أنه حصل له ولا يحرم
بل ولا يحرم أيضا. نعم. ويظن أنه حصل له بذلك عمل صالح وكرامة عظيمة من كرامات الأولياء، ولا يعلم أن هذا من تلاعب الشيطان به. نعم. فإن مثل هذا الحج، طيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على إيش؟ حج على راحلة، يمشي تارة ويركب تارة. الأئمة الخلفاء الراشدون الصحابة حجوا على أقدامهم وعلى الرواحل، ما طاروا في الهواء، ما طاروا في الهواء، وهم أكرم عند الله، هم أفضل قرون هذه الأمة، ولا طاروا في الهواء. يجي هذا ويطير في الهواء وهو ما يصلي ولا يصوم ولا، ويقول أنا من أولياء الله. نعم. وأنا لست بحاجة إلى الصيام ولا إلى الصلاة، أنا ولي، وصلت إلى الله، خلاص ما حاجة إلى العبادات. نعم. ولا يعلم أن هذا من تلاعب الشيطان به، فإن مثل هذا الحج ليس مشروعا ولا يجوز باتفاق علماء المسلمين. هذا الحج ليس مشروعا، إنه يقف بعرفة فقط ويقول حججت، لا، هذا ليس مشروعا، ولا يصح وقوفه بعرفة، ما يصح أيضا. نعم. ومن ظن أن هذا عبادة وكرامة لأولياء الله فهو ضال جاهل. نعم. من ظن أن هذا العمل اللي هو الذهاب إلى عرفة والرجوع في يومه وفي ليلته ويقول حججت، من صدقه في هذا فهو ضال وجاهل. نعم. ولهذا لم يكن أحد من الأنبياء والصحابة، انتبهوا، ولهذا، ولهذا لم يكن أحد من الأنبياء والصحابة يفعل بهم مثل هذا، فإنهم، نعم، فإنهم أجلوا قدرا من ذلك، أجلوا قدرا من ذلك، بل كانوا يمشون على أقدامهم ويركبون الإبل ويلبثون في الطريق ما بين مكة والمدينة 8 أيام. الرسول صلى الله عليه وسلم مشى بين مكة والمدينة 8 أيام وهو محرم من الحليفة، من ذي الحليفة، محرم عليه الصلاة والسلام. ما جاء أحد يشاله بالهوى ووداه على طول، وهو أفضل الخلق على الإطلاق. نعم. وقد جرت هذه القضية لبعض من حمل وطائفة معه من الإسكندرية إلى عرفة. نعم. وقد جرت هذه القضية لبعض من حمل وطائفة معه من الإسكندرية إلى عرفة. مع ركاب بعد، ما هو بالحالة. نعم. من الإسكندرية إلى عرفة، فرأى ملائكة تنزل وتكتب أسماء الحجاج. رأى ملائكة، صحيح، رأى ملائكة من ملائكة الله تكتب الحجاج، وقال لهم اكتبوني، قالوا لا، أنت ما أنت بحاج، أبطلوا عمله هذا. نعم. فرأى ملائكة تنزل وتكتب أسماء الحجاج، فقال هل كتبتموني؟ قالوا أنت لم تحج كما حج الناس، أنت لم تتعب ولم تحرم، ولم يحصل لك من الحج الذي يثاب الناس عليه ما حصل للحجاج. الحمد لله، فضحه الله. نعم. وكان بعض الشيوخ قد طلب منه بعض هؤلاء أن يحج معهم في الهواء، فقال لهم هذا الحج لا يسقط به الفرض عنكم، لأنكم لم تحجوا كما أمر الله ورسوله. وقد إيش؟ وكان بعض الشيوخ قد طلب منه بعض هؤلاء أن يحج معهم في الهواء، فقال لهم هذا الحج لا يسقط به الفرض عنكم. نعم. جاء بعض المساكين يركبون معهم، يروحون معهم للحج بالطيران، قال لهم هذا الشيطان الإنسي ما يجيكم، هذا ما هو بحج. فهو اعترف أن هذا ليس حجا ولا يبرئ ذمتكم. نعم. وكان بعض الشيوخ هؤلاء الضلال. نعم. وكان بعض الشيوخ قد طلب منه بعض هؤلاء أن يحج معهم في الهواء، فقال لهم هذا الحج يبي يحجز معه يعني. نعم. فقال لهم هذا الحج لا يسقط به الفرض عنكم، لأنكم لم تحجوا كما أمر الله ورسوله. الحمد لله، اعترف على نفسه أن هذا ليس مما أمر الله به ورسوله، فلا يعتبر حجا. نعم. ودين الإسلام مبني على أصلين. يكفي، نقف عند هذا، وترى ليلة يوم الثلاثة ليلة الأربعاء نكمل إن شاء الله الكتاب هذا بدل الفقه.
نعم، تكون القراءة في يوم الثلاثاء في بقية هذا الكتاب إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من الممكن رؤية الملائكة على حقيقتها؟ بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ممكن، رآه جبريل مرتين، أما بالنسبة لغير الرسل فلا يمكن، لأنه ما يطيقون رؤية الملك، رؤية الملك على صورته لا يطيقون، لكن يأتي الملك بصورة رجل ويرونه رجلا، كما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورة رجل وهم جالسون حول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم من شروط الرقية أن تكون من القرآن، فهل أو من الأدعية الشرعية؟ نعم. فهل يقول فهل يجوز أن نضيف لها شرطاً رابعاً وهو أن تكون من السنة؟ من الأدعية الشرعية، من القرآن أو من الأدعية الشرعية الواردة في السنة يعني، ألا يحتاج الزود؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف للساحر أن يخلط سحره بشيء من القرآن ولا يبطل القرآن سحره؟ ما قلنا أنه يخلط سحره بالقرآن، لكن نقول أنه يقرأ شيء من القرآن، يقرأ شيء من القرآن يغرر بالناس. أليس الشيطان علم أبا هريرة آية الكرسي؟ فيذكر يأتي بالآية ليغر الناس. نعم. وله يعملها مع السحر أو يخلطها مع السحر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الجن هل يمكن أن ترى على صورتها أو لا يمكن إلا إذا تمثلت بصورة الإنس كما ذكر الشيخ هنا؟ لا، الجن كثيراً ما يرون على صورهم الحقيقية، كثيراً ما يظهرون على صورهم الحقيقية ويراهم الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك داعية يقال إنه داعية إسلامي يقال له الجفري، يقول إن الولي يقال هناك داعية يقال إنه داعية إسلامي يطلق عليه الجفري. الجفري، الجفري هذا معروف، هذا داعية ضلال والعياذ بالله. نعم. يقول بأن الولي يخلق الولد وأن الولي، هذا ما قاله أبو جهل وأبو لهب، ما قالوا إن أحدا يخلق غير الله عز وجل، بل هم يقولون لا يخلق إلا الله، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فالجفري صار أشد كفرا من أبي جهل وأبي لهب، نسأل الله العافية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الذي يقرأ على الناس يقرأ في مكبر الصوت ويكرر كلمة، هذا من المبالغات في الرقية، أفسدوا الرقية بهالمبالغات لأجل الدراهم، لأجل تكثر الدراهم، يبي حجز الناس ما يبيهم يروحوا لغيره، فيقرأ بالميكروفون عليهم علشان أنهم ما يروحوا لغيره ويأخذ من كل واحد دراهم، بل إنه يقرأ بالوايت وايت الماء ويقرأ بالخزان، كل هذا من المبالغات والخروج بالرقية عن حقيقتها لأجل أن يأخذوا أموال الناس. نعم. يقول ويكرر كلمة بصورة غريبة مثل غسق غسق وغيرها من الكلمات القرآنية، فما حكم صنيعه هذا؟ غسق ما هي من الليل إذا غسق، ما هي يعني من القرآن وحدها فقط، مركبة مع جملة، والغاسق من شر غاسق إذا وقب، مركب، هو بتقطع اسم واحد وتقول هذا من القرآن، هذا اسم شيطان، يمكن هذا اسم شيطان. نعم. يقول فضيلة الشيخ أجل فرعون مذكور في القرآن، قل هذا من القرآن، اسم فرعون من القرآن، ما يصلح هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأصل في الرقى الحل إلا ما كان شركا بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل في الرقى، الرقى عبادة يا أخي، الأصل فيها أنه ما يعمل منها إلا ما وافق الدليل من الكتاب والسنة، الأصل فيها المنع إلا ما وافق الدليل من الكتاب والسنة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت لا أجيد اللغة العربية فهل أرقي مريضي بترجمة معاني الأدعية المشروعة في الرقى؟ لا بأس بذلك، إذا كنت لا تجيد اللغة العربية تدعو بلسانك، تدعو الله بلسانك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن بشرط أن تحسن الترجمة، النقل اللغة، نقل الكلام العربي إلى الكلام إلى لغتك، تتقن هذا وتعرفه فلا تغير فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بقول الله سبحانه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله؟ قدره، إلا بإذن الله بقدره، كل الأشياء بقضاء الله وقدره، لكن الله يسلط، أحياناً يسلط الأشرار على الأخيار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الساحر هل تقبل توبته قبل القبض عليه أم لا بد أن يسلم نفسه حتى يقام عليه الحد؟ إذا ثبت عليه السحر فلا بد من قتله، والتوبة لا تسقط الحد عنه، يقتل على كل حال، لكن توبته إن كانت صادقة فهي بينه وبين الله، أما نحن فنطبق عليه الحد لأنه لا يؤمن، حتى ولو أظهر التوبة لا يؤمن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم وضع السلاح كالمسدس والبندقية تحت الرأس عند النوم بدعوى إخافة الجن وطردها، وهل يعد هذا من التمائم؟ هذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. يا أخي وشو تضع السلاح؟ لماذا لا تأتي بسلاح القرآن؟ تقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، هذا هو السلاح الذي يقتل الشيطان ويطرده، تجيب مسدس ولا بندقية هذا ما يطرد عنك الشيطان، بل ربما أنه يحرك عليك الآلة ليقتلك بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المصنف رحمه الله من الترك والهند والخطأ وغيره، قبائل، هذه أمم من الأرض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاستعانة بالجن المسلمين وبدون ضرر على أحد؟ ما يقال، لا يقال هذا أبدا، لا يستعان بالجن مطلقا، لا مسلمين ولا غير مسلمين. وش الدليل على هذا؟ ما في دليل على هذا. وأيضا ما الذي يدريك أن هؤلاء مسلمون؟ يمكن يقولون نحن مسلمون وهم كفار لأجل التغرير بالإنس، فلا تجوز الاستعانة بالجن مطلقا، الاستعانة بالغائب من الجن وغيرهم لا تجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الشيخ رحمه الله ذكر الشام وخراسان والجزيرة واليمن، فهل معنى ذلك أن اليمن غير داخلة في جزيرة العرب؟ الله أعلم، اسأل الجغرافيين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال عن الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هل يقال لهم أولياء وتطلق عليهم الولاية؟ نعم، يطلق عليهم الولاية من ناحية، إذا كان العمل السيء لا يخرجهم عن الإسلام تطلق عليهم الولاية من ناحية، ويطلق عليهم ولاية الشيطان من ناحية أخرى، فيجتمع في الإنسان أنه ولي لله بإيمانه وتوحيده وعقيدته، وأنه ولي للشيطان بذنوبه ومعاصيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الناس ثلاثة أقسام، فهل أستطيع أن أقول إن أغلب الناس هم من الصنف الثالث الذي ولايته لله وللشيطان؟ وش أدراك عن هذا؟ وش أدراك عن هذا؟ أن تعرف القاعدة، وأما تصنيف الناس وأنهم أكثرهم كذا ما ندري، الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف تكون الرقية على المرأة إذا ظن أن بها مس، وبما أنها في هذه البلاد غالباً ما يكون الراقي رجلاً، فهل يجوز أن يمس الراقي بعض بدنها؟ لا، الرقية ما تحتاج إلى مس، يقرأ وينفث عليها بدون مس، وليس من شرط الرقية أن يتمس المرقي. نعم. يقول فضيلة، وهذا صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة أنه ما يمس المرأة وهو يرقيها، يقرأ عليها بدون مس، لأن هذا فتنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يسمى الشيطان طاغوتاً؟ بلا شك، هو رأس الطواغيت،
طواغيت كثيرون، وكما قال ابن القيم ورأسهم الشيطان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تعريف الزنديق؟ نعم، ما تعريف الزنديق؟ الزنديق يقولون أنه المنافق، المنافق الذي يظهر الإيمان ويفطن الكفر، كان في الزمان الأول يسمى المنافق وصار أخيرا يسمى الزنديق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقوم بمعاينة الأرض ويقول إن هنا يوجد بئر، فهل يعتبر من الكهان؟ لا، هذا من الفراسة يا أخي، يعرفون مواقع الماء في الأرض بالنظر في التربة والنظر في الصخور والنظر، هذا الشيء يعرفونه بالفراسة، في ذلك لآيات للمتوسمين، والآن صاروا يعرفونها بعلم الجيولوجيا، علم الجيولوجيا والآليات، هذا الشيء جعله الله في الأرض، يعرفونه إما بالفراسة وإما بالآلات المعروفة الآن التي يكتشف بها الماء ويكتشف بها البترول. أجل شدراهم أن الأرض فيها بترول، شدراهم أن فيها مياه، إلا بهذه الآلات. هذا جعل الله في الأرض علامات يعرفها المختصون بها، أما نحن ما ندري، الأرض عندنا واحد ما ندري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوجد في هذا الزمن المعاصر مثل هؤلاء الشياطين التي تطير بالناس، أم أن ذلك زادت الآن؟ أو يوجد، زادت الآن، كل ما تأخر الزمان زاد الشر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الساحر الذي تاب، هل يباح له أن يشرح للناس حياته مع الشيطان وكيف تعلم السحر من باب الموعظة؟ لا، هذه ما هي موعظة، هذه إشاعة للشر، ولا يجوز، لا يجوز هذا، لأن هذا إشاعة للشر وتدريب للناس على السحر، لا يجوز هذا العمل، يتوب إلى الله وخلص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح للراقي أن يرقي المريض عبر الهاتف؟ هذا أجبنا عنه، قلنا لا يجوز هذا، وليس هذا رقية، هذا عبث، هذا من العبث. الرقية لازم أن تكون مباشرة على المريض، يقرأ وينفث عليه على جسمه على محل الإصابة، أما من وراء الهاتف وقد يكون في دولة بعيدة، هذا من العبث. نعم. وهذا من التدجيل على الناس لأجل أن يأخذوا الدراهم منهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يدعي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ثم يفتي الناس بزعمه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا دجال وكذاب، النبي لا يرى يقظة أبداً، ولا أحد من الرسل يرى يقظة، مناماً قد يكون، رؤيا قد يكون، أما يقظة فهذا من التدجيل والكذب. ما رآه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ما رأوه، وهم خواص أصحابه وأحب الناس إليه، ما رأوه عليه الصلاة والسلام. ولا أحد يرى من الأموات، ما أحد يخرج من الأموات إلى الحياة الدنيا أبداً. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. نعم. فلا يرجع أحد إلى الدنيا أبداً في اليقظة، أما في المنام يمكن هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من سحر شخصاً ليأخذ أمواله فهل يعد كافراً بهذا العمل؟ نعم، إذا عمل السحر فهو كافر. نعم. هذه ردة، يعتبر ردة، إذا سحر وهو مسلم ارتد عن الإسلام. إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين الساحر وبين من يطلب السحر من الساحر؟ لا فرق، لأنه إذا طلبه منه رضي به وأقره، رضي به وأقره، فحكمه حكم الساحر. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من سحر أو سحر له، تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكهن أو تكهن له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه لم يرد شيء في رفع اليدين أثناء الدعاء،
بين الأذان والإقامة، فهل يفعل ذلك أو لا يفعل؟ لا يفعل، يدعو بدون رفع يدين، يدعو بدون رفع يدين. نعم. اللي جاء في الحديث لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة لكن بدون رفع يدين. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك جماعة في بلدنا فيهم عبادة ودين مع نوع جهل، ودائما يذكرون من كراماتهم الشيء الكثير ولا ندري عن صدقهم من كذبهم، ودائما يركزون على الذكر والأذكار، فقد انتشروا في بلدنا وفتنوا الناس بدعوتهم، فهل هؤلاء ينطبق عليهم كلام شيخ الإسلام الأخير عن القوم الذين فيهم عبادة ودين مع نوع جهل وأن الشياطين تلعب بهم؟ إذا ظهر عليهم شيء من الأحوال الشيطانية نعم، أما إذا لم يظهر عليهم شيء فأنتم بينوا لهم ودرسوهم وعلموهم وانصحوهم لعل الله يزيل هذا الجهل الذي عندهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخلت المسجد وصليت ركعتين ثم جلست أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقام الصلاة، فهل في فعلي شيء؟ نعم، إذا التزمت هذا دائما يصير بدعة، أما إذا فعلته بعض الأحيان فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاستعانة بالجن في الشعر هل يعد كفرا؟ يقول الاستعانة بالجن في الشعر، اللي ما هو بشاعر ما هو جعلينه الجن شاعر، الشعر هذا شيء يجعله الله في الإنسان، لكن الشاعر قد تساعده الجن، قد تساعده الجن، الشعراء يتبعهم الغاوون، قد تساعده الجن، ولكن ما هو كل شاعر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، ما هو كل شاعر، لكن الشعر موهبة يجعله الله في الإنسان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أعمل في مجال توزيع الإعلانات على الأحياء السكنية، فيطلب منا توزيع 2000 ورقة في حين أن تلك المنطقة لا تتحمل أكثر من 1000 ورقة إعلانية، يقول فإذا أعدنا الأوراق الباقية للشركة يخصمون منا مبالغ. فإذا إيش؟ فإذا أعدنا الأوراق الباقية للشركة يخصمون منا مبالغ، وإذا تكرر الأمر فصلنا من العمل، فإن الكثير منا يقوم برمي الإعلانات الباقية في سلة المهملات ليعطى الأجرة كاملة، فما حكم فعلنا هذا؟ وهل ينطبق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك؟ هذا ما يصلح، ردوا عليهم الباقي وقولوا القرية ما تحمل أو البلد أو الحي ما يتحمل كمية هذه الإعلانات، احنا وزعنا عليهم وغطينا الحي والقرية وهذا زايد، اصدقوهم في هذا، وفي المرة الثانية يعطونكم كمية بقدر الحي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل سحر أشد ما يكون السحر ولم يستطع فكه بأي وسيلة، فهل يجوز له أن يذهب إلى ساحر لفك السحر؟ قولك لم يستطع فكه بأي وسيلة غلط، فيه وسائل ولله الحمد لفك السحر، من الرقية الشرعية ومن العلاجات والأدوية المباحة، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهل، فالسحر له علاج، ولكن هذا يرجع إلى الإيمان قوة العقيدة، إذا كنت تشك أن هذا ما هو بنافع أو ما ينفع، لكن إذا أيقنت بالله وأحسنت الظن بالله وتعالجت بالرقية والذكر فإن الله ينفعك بهذا، هذا راجع لقوة الإيمان وضعف الإيمان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال من خارج هذه البلد، يقول هل يباح للإمام أن يخرج العمال الذين بهم رائحة كريهة من الصف ولو أخرجهم وأمرهم بالصلاة خلف الصفوف لوحدهم أو في الساحة الخلفية وهم يرونه لكن لا يسمعونه، فهل يصح فعله هذا؟ لا ينفر الناس من الصلاة، لا ينفر، لكن يرشدهم، يقول
من يأتي إلى المسجد يطيب رائحته ويتنظف ويتطيب يرشدهم إلى هذا، أما أنه يطردهم عن المسجد أو عن الصف الأول هذا تنفير لهم، ربما أنهم ما يصلون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم رفع اليدين بعد الإقامة للدعاء؟ لا، قلنا لكم ما بعد الإقامة ما فيه دعاء، بعد الإقامة ما فيه دعاء، دعاء قبل الإقامة وبعد الأذان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ترتيل الأذكار بعد الصلاة وكذلك ترتيل التكبير أيام العيدين، الله جل وعلا قال ورتل القرآن ترتيلا، الترتيل خاص بالقرآن، أما الأدعية فلا ترتل وإنما تقرأ بوضوح وخشوع، أما أنها ترتل مثل القرآن المد والغنة هذا لا يجوز إلا في القرآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قصة الهدهد عندما قال له سليمان عليه السلام ثم تولى عنهم، يقول هل يستفاد من الآية عدم الاختلاط بالكفار أو معاشرتهم دون ضرورة حفاظاً على الدين؟ ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، تولى عنهم تسمع ماذا يقول بعضهم لبعض، هذا القصد، ما هو القصد أنه ما يختلط بهم، القصد أنه ما يرونه يصير في مكان يسمع كلامهم ولا يرونه لأجل ينقل كلامهم لنبي الله سليمان. نعم. يقول وهل لنا الاستنباط من القرآن من دون أن يذكر ذلك علماء التفسير؟ والله بهالطريقة ليس لكم ذلك، ليس لكم ذلك، هذه طريقة ما هي صحيحة، أن تأخذ من هذا عدم الاختلاط بالكفار من قصة الهدهد، هدهد تولى عنهم من أجل يسمع كلامهم ويرويه لسليمان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام يقرأ في صلاة الفجر في الركعة الأولى جزء من سورة طويلة وفي الركعة الثانية سورة من قصار المفصل وهذا شبه مداوم عليه، فما حكم فعله هذا؟ الأولى أنه يقسم، إذا كانت السورة طويلة يقسمها بين الركعتين، وإذا كانت السورة قصيرة يقرأ في الركعة الثانية سورة أخرى لا بأس، أما إذا كانت طويلة فإنه يقسمها بين الركعتين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أين يبدأ حساب الليل؟ هل البداية من غروب الشمس أم من صلاة العشاء؟ ما أحد قال أنه من صلاة العشاء، الليل يبدأ من غروب الشمس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلى بجواري رجل في صلاة العصر وكان مسبوقاً بركعتين لكنه سلم مع الإمام، فسألته فقال إنه مسافر، وهناك من أهل العلم من يجيز للمسافر القصر ولو صلى خلف المقيم، فهل هذا القول صحيح؟ ما نعرف أحد من أهل العلم أجاز قصر الصلاة خلف من يتم الصلاة، الذي عليه أهل العلم وهو سنة الرسول أن من صلى خلف من يتم أنه يتم الصلاة، ولما سئل ابن عباس لماذا يتم وهو مسافر قال تلك السنة يا ابن أخي، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن هو هذا العالم اللي قال ما أعرف أحد يقول بهذا؟ إلا إن كان عالم من جنسه يمكن، العلماء كثروا اليوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الناس وبخاصة من الشباب هداهم الله، من إذا دخل المسجد والإمام يقرأ ينتظر. نعم. يقول من الناس ومن الشباب خاصة هداهم الله، من إذا دخل المسجد والإمام يقرأ ينتظر فلا يدخل مع الإمام حتى يركع، فهل يكون بذلك مدركا للركعة؟ هذا في خلاف، بعض العلماء يرى أنه ما يدرك الركعة، ما يدرك الركعة بإدراك الركوع فقط، هذا على خطر، عليه أنه يبادر بالدخول مع الإمام. الإمام البخاري يرى أن ما تدرك الركعة بإدراك الركوع، يرى أن ما تدرك الركعة بإدراك الركوع، وغيره من بعض المحدثين، فالمسألة فيها خطر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا مدرس يقول ما حكم وضع سؤال في الاختبار
مكون من سورة كاملة، ويجعل فراغ بإسقاط آية وجعلها في خيارات، وربما لم توضع خيارات، فما حكم مثل هذا العمل؟ ما أدري والله، لكن العبث بالقرآن لا يجوز، العبث بالقرآن ثم كتابة الآيات بورق الامتحان ثم بعدين يطرح في القمامات وفي سلات المؤمنات مشكلة، يعرض القرآن للإهانة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حجت وجمعت بين طواف الوداع وطواف الإفاضة في سطح الحرم وتركت شوطين وسافرت، فماذا عليها؟ ما سعى، ما طافت للإفاضة، عليها أن ترجع وتطوف للإفاضة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لم يتوضأ وقام بمس المصحف فهل عليه شيء؟ يحرم عليه مس المصحف مباشرة، أما إذا مسه من وراء حائل فلا بأس، أما مسه مباشرة هو على غير وضوء هذا حرام ولا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، نعم، يقول ما معنى هذه الآية؟ أحسن ليست أفعل تفضيل في هذا، الخالق وحده سبحانه وتعالى، وأفعل التفضيل يأتي أحياناً وليس له طرف آخر. ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فيأتي أفعل التفضيل وليس له طرف آخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المولودة الصغيرة هل من السنة حلق شعرها كالولد؟ لا، المولودة ينظف شعرها ولا يحلق، هذا خاص بالذكر. نعم. وهل يتصدق بوزن شعرها على التقدير؟ ما ثبت هذا، ما ثبت حتى ولا وزن شعر الولد، ما ثبت أنه يتصدق عنه بوزن شعره. نعم. ورد أنه تذبح العقيقة، العقيقة تكفي إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت أحد طلاب العلم يقول في معرض كلام الله، فإذا أقبلت على الله بالكلية أقبل الله عليك بكليته، فهل هذه العبارة صحيحة من ناحية الشرع؟ لا، هذا يحتاج إلى دليل، أن الله يقبل عليك بكليته يحتاج إلى دليل. إذا أقبلت على الله أقبل الله عليك، لأن الجزاء من جنس العمل بدون أنك تتقعر وتقول هالكلام هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نسمع في هذه الأيام أن الأمطار التي حصلت في بعض المناطق من المملكة هي بواسطة الاستمطار بوجود طائرات تضرب السحاب، فهل هذا الفعل صحيح وهل هو جائز؟ والله أنا ما رأيته ولا أدري، أنا ما رأيته ولا أدري، والدعوة والكلام كثير الآن، وإساءة الأدب مع الله كثيرة، وأما سحاب تمطره الطائرات هذا ما رأيناه، ولا نصدق الكفار فيما يقولون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم ولا يسترقون، فهل إذا طلب الشخص رقية من راقي لا يكون داخلاً في هذا الحديث؟ أي نعم، لا يكون داخلاً في 70,000، لأن سؤاله الناس في حاجة للناس، والحديث يريد الاستغناء عن الناس، لكن عند الضرورة إذا احتاج إلى طلب الرقية عند الضرورة لا بأس، ولا يمنع هذا أن يكون له فضل، لكن إذا كان أمكن أنه ما يطلب الرقية، عنده يرقي نفسه أو أحد يرقيه بدون طلب فلا بأس، أما إذا اضطر إلى هذا ولا أحد يرقيه واضطر إلى الرقية فلا مانع من طلبها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل اعتدى علي وضربني وأنا سامحته من أجل أن يغفر الله لي، فإذا قابلته في الطريق لا أتكلم معه، فهل هذا يعد من الخصومة والهجر المنهي عنه؟ اي نعم، ما دام سامحته فأنت تكلمه وتسلم عليه ولا تهجروه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصفح الجميل، هذا هو الصفح الجميل، أصفح الصفح الجميل، الصفح الجميل الذي ليس معه عتاب ولا عقوبة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك رجل يتاجر بالبطانيات ويسلمها لبائع، وهذا البائع يبيعها لشخص يوزعها بالتقسيط، ومن بعد ذلك يرجع بالبطانيات مرة ثانية للتاجر من أجل أن يبيعها عليه بنصف الثمن، فهل على التاجر ذنب أن يأخذها؟ وإلا ما فهمنا السؤال، يبيعها ثم يرجع بعد ما يبيعها، أدري شو السؤال هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المداومة على هذه التحية تصبح على خير، ما يغني هذا عن السلام، لازم إذا جيت ما تقول صبحك الله بالخير وتبي تكفي عن السلام، قل السلام عليكم صبحك الله بالخير لا بأس، أما الاكتفاء بصبحك الله بالخير أو كيف أمسيت أو كيف أصبحت هذا ما يكفي عن السلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إخبار الراقي أو إخبار الكاهن للشخص بأن الذي سحرك فلان أو أن الذي أعانك فلان، هل يصدق لهذا؟ هذا من كلام الشياطين ومن رمي الناس بغير حق، ولا يجوز الكلام هذا، من التحريش بين الناس. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.